في رأس. أسرة شهيد متألمة ومحبطة جدا لأن حبارة دفن بجوار ابنهم. على بعد أمتار من قبر الإرهابي عاد الحبارة يركض شهيد من أبناء القوات المسلحة عبد الرحمن الحسيني الذي استشهد عام 2013 في تفجير بشمال سيناء، وهو ما أثار استياء أهالي الشهيد. حسبي الله ونعم الوكيل في الزار الإرهابي حبارة وأمثال. أنا فرحانة من الصبح إن هو عدمه، وحسيت إن إحنا نارنا بردت شوية، ويجي يحطوه مع المكان الطاهر مع عبد الرحمن الطاهر النظيف. مش مكان ان هو ينحط هنا ولا بلده، وكل البلد هنا رافضه ان هو ينحط هنا، والشباب كله رافض. مش يرضي ربنا ان اللحد بتاع عبد الرحمن يكون قريب منه بحوالي 20 متر. مش يرضي ربنا. هو مالوش اهل ولا له اي قرايب هنا، ولا عمرنا سمعنا عنه. بس جاله ان هو موصي ان هو يندفن مع هنا شيخ كان هنا. الشيخ دي مات من 2007. سمعنا امبارح ان عاد الحبارة موصي ان هو يندفن معاه. فحضرتك يعني ازاي وصيه ارهابي تتنفذ؟ احنا معترضين ان ازاي يبقى شهيد هنا واحد الحكومه بتقول عليه ان هو مجرم وقاتل وسفاح ويجي يدفنوه عندنا. احنا اهل الشهيد بنطالب ان هو جسمانه ينشال من هنا، دي تربه الشهيد. فازاي واحد زي كده يجي يندفن هنا في تربه الشهيد؟ وعادل حباره راح القريه بتاعته بابلوش، وقف الناس كتير وعمل مظاهرات عشان ما يخشش التراب، وراح مركز ابو كبير بردك محدش قبله. مش عارف هم دفنوه ازاي، يعني مش يرضي ربنا سبحانه وتعالى. حتى عشان المنظر، يعني ازاي انا اخش اشوف شهيد واشوف واحد جنبه ارهابي يرضي مين سبحانه وتعالى؟ مش يرضي حد. احنا حتى النار هي يعني اللي احنا صبرنا كتير من روحة عبد الرحمن، وقلنا ربنا خدهم شهيد، فجينا فكرنا بالنار اللي فينا. فوجئنا ان الحاجه والدتي راحه التربه وبتزور الشهيد كالعاده كل يوم خميس. انت عارف ان القريه ريفيه، فلازم احنا بنروح نزور الشهيد ونقعد معاه شويه. فده في الفترات اللي هي كده، فالحاجه راحت ففوجئت ان موجود عربيات امن مركزي وجايبين عادل حباره. عادل حباره ده ملوش علاقه باي حد هنا من البلد، ملوش علاقه، يعني ملوش ولا نسب ولا له علاقة ان هو يبقى من بلد دي اساسا، ولا هو كده، لان هو عار على البلد. تكريم عبد الرحمن اخويا، الشهيد عبد الرحمن اخويا، تكريمه ان انا ما ادفنش جنبه واحد قاتل زي عادل حبار. احنا عايزين التكريم بتاع الشهيد عبد الرحمن ان احنا نبعد بعيد عادل حبارة ده عن البلد اساسا، لانه ما ينتميش للبلد. والله ما ينتمي للبلد باي حاجة.